نقطة نظام في سئ لو كانت ستهمك الآن تجاوزنا بماذا ستقول؟ نظام أنت نقطة نظام ديالك كتخلق بها لا نظام لو كان كانت عارفة تخلق بها لا نظام دا كما جرت العادة. تفضل السيد ما كتخلق بها نقطة إيوا علاش كتوقفوا كلكم هكا دايرة سيدي نقطة نظام تفضل واش نشوفوا هذا النظام اللي غترد لا تردنا لا عنده سيد الرئيس فعلا غنردك النظام لان ما يحكمنا في هذه الاسئله هي الماده 268 نعم واللي فيها اللي عندك فيها الحق وعندنا الحق هي الاسماء خصها تكون 24 ساعه قبل للراغبين الماده واضحه مادام جميع الفرق ما بداتكش بالاسماء ما اللي كيسرع الفرق كيسرع الفرق الاخر اما الاسئله وبكم الاسئله تليها مناقشه تحكمها الماده 268 وللراغبين في التدخل يوضعوا السميات قبل 24 ساعه تعقيب قرات شوف المادة تما غير خليني وانت انت تكلمت تعقيب تعقيب واحد كيكون التعقيب الإضافي كيكون وخليني خليني بعدك أنا الآن ما بغيتش نقول لكم ما جبتوش الأسماء الأخ هنا قال لي كاين تعقيب بدون اسم قلت له وخلي السيد النائب راك دائما كطير هكذا من خلينا ونسيروا الجلسة اه 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 تتكلم بدون إذن نعم ما تتكلم بدون إذن راه دائما هكا وانت قاعد كتكلم سيد النائب او ندوز شوف السيد النائب او ندوز معاك شوف عادتك هكا وانا عطيتك انا نصت انا سمعت لك انا سمع السيد الرئيس غير خليني نتكلم انا سمعت لك السيد النائب السيد الرئيس انا سمعت له وقال حاجه لان احنا تجاوزناها وقصير السيد الامين قال لي كاين واحد التعقيب قلت له ما كاين مشكل واخا ما عطاوش الاسماء والتعقيب كتعرفوا تعقيب واحد ها السيد الرئيس ملي قالها قبلناها على ماذا تبحثون؟ لا تفضل السيد تفضل السيد الرئيس نعطيه الكلمه تفضل وسع خاطرك شي شويه رئيس لا هذا غير اسمح لي اسمح لي وسع خاطرك شي شويه انت اولا رئيس الجلسه اولا التدخل ديالك بالنسبه للوزير غير موفق فيه غير موفق باش الوزيره تما وضعيت عليها حسين عطيك الاذن لا 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 شوف الله يرضي عليك شكون انت دابا اللي كتقول هذا الكلام شكون انت لا لا يهمك شكون لا يهمك شكون انت اللي كتقول لي هذا الكلام شكون انت شكون لا لا انت كتقلب شكون اللي تقول لي غير